كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأخت لطيفة من البحرين جزاها الله خيرا كانت تتساءل في قوله تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، تتساءل عن اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية الكريمة ومعناها. الآية الكريمة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومعنى أن الكفر لانهماكهم في التقليد وأخلادهم إلى الضلال، ولا يلقون أذهانهم إلى ما يقال وإلى ما ولا يتأملون فيما يقال، كأنهم لا كالبهائم. سلب يا رب، لا ينتبه إلى شيء ولا يسمع ولا كذا، مخلد إلى الضلال وإلى على عدم الانتباه، لا يتأمل فيما يقال له. يعني راح يكون مثل البهائم التي ينعق عليها يصوت عليها وهي لا تسمع إلا جرس النغمة لا تفقه. كمثل الذي ينعق بما لا ينعق بالذي لا يسمع. نعم يعني. وكأن الإنسان ينعق ينادي على بهيمة مثلا. كأنه على هذه. هذا معنى ينعق بما لا يسمع. نعم. كأنه يعني لا 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 يتأمل شيء ولا يسمع إلى شيء ولا منتبه إلى شيء، هكذا تكلمه ولا يفقه شيئا ولا ينتبه إليه ولا مثله مثل البهيمة التي ينادى عليها وهي ينعق بها. هو ناعق بمعنى تتابع الصوت للبهائم حتى منها النعيق. نعم نعم. ويعني التصويت على البهائم للزجر يناديها، فهذا النعيق تتابع الصوت. لا إله إلا الله، عجيب. صورة صورة بلاغية مؤثرة طبعا حقيقي. يعني فهو وهو سادر في كفره وغيه لا يستمع إلى صوت الحق أبدا أو ما يقال، لا يتأمل فيما يقال ولا ما يتلى عليه ولا ينتبه إليه ولا الأمر كأنه يعني أصلا. يا لطيف يا لطيف. كالبهيمة ينعق عليها فهي تسمع جرس النغمة لكن لا تفقه. صح. لكن إذا قلنا أقسام الصورة هنا سيدي، الذين كفروا ومثل الذي ينعق، وكأن هنالك إنسان ينعق على بهيمة مثلا، هذا مثل ماذا؟ مثل البهيمة أم مثل الإنسان الذي ينعق على بهيمة؟ مثل الذي لا يسمع، مثل البهيمة التي ينعق عليها ولا تفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.